وأضاف عبد الحافظ أنه يتم في الوقت الراهن ضم الصحفيين الشهيدين تامر عبد الرؤوف وميادة أشرف للمجلس لتسهيل حصول أسرهم وذويهم على كامل المستحقات. يعكف المجلس حاليا على ضم كل من الصحفية الشهيدة ميادة أشرف والصحفي الشهيد تامر عبد الرؤوف إلى المجلس خلال أيام بعد استكمال أوراقهم، وقد تم بالفعل التواصل مع أسرهم لحصول أسرهم على كافة مستحقاتهم بعد موافقة السيد رئيس الوزراء.